Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. حديث عن علان الفاسد في مركز يحمل اسم محمد بن حسن الوزاني قد يفهم منه بعض نوع من التناقض خاصة لدى الذين عاشوا مرحلة الصراع. طبعا بالنسبة لنا الاختيار هو اختيار فيه نوع من القصد واختيار هدفه هو العودة إلى الأصول الأولى، ثم كذلك اختيار عن قصد، لأننا نعرف أن كل أمور الحياة لا تتحرك إلا بالتناقض، بدون تناقضات لا يمكن أن يتطور الإنسان. وبقدر ما كان اختلاف بين علان الفاسي ومحمد بن حسن الوزاني يرى فيه البعض العديد من السلبيات، يمكن كذلك أن نقرأه قراءة أخرى فيها الكثير من الإيجابيات. فالاختلاف عادة هو الذي يدفع إلى الاجتهاد وهو الذي يدفع إلى العمل. وفي اعتقادي لو لم تنشق الحركة الوطنية سنة 1937 لن نصل إلى الاستقلال سنة 1956، لأن ربما حتى هذا النوع من الاختلاف ومزايدة فصيل سياسي على فصيل آخر، وكل فصيل يحاول أن يتجاوز الآخر بعمله، كان عاملا إيجابيا فيما وصلنا إليه. طبعا ما نتحدث عن علان الفاسد، نتحدث عن محمد بن حسن الوزاني، نتحدث عن رمزين وطنيين وعن رمزين سياسيين. يمكن القول أبعد من ذلك، أنهما معا هما اللذان أسسا الفكر الوطني في هذا البلد، الفكر الوطني الحادث، الفكر الوطني الحديثة، وهما اللذان أسسا للعمل السياسي كذلك. لحد الآن ما زالت مجموعة من العلامات العمل السياسي الذي نعيشه فيه شيء من الوزاني وفيه شيء من علان الفاسي، ليس في داخل حزبيهما فقط بل تقريبا في كل المكونات الحزبية. لا بد وأن تنتبه إلا أن هناك شيء من علان الفاسي وشيء من محمد بن حسن الوزاني. في مجمل الكتابات الأجنبية الحديث عن تيارين داخل الحركة الوطنية، تيار تقليدي وتيار عصري. رمز دائما إلى علان الفاسي كزعيم للتيار التقليدي ومحمد بن حسن الوزاني كزعيم للتيار العصري. بالنسبة لنا هذا التقسيم ما زال موجودا لحد الآن، وما زال خطابنا ثنائيا وفي هذا السياق، هذا تقليدي وهذا عصري. التكامل كان واضحا بين التيارين، دليل ذلك أن في انقسام 1937 أغلب التقليديين هم الذين انضموا إلى محمد بن حسن الوزاني، وأغلب العصريين هم الذين انضموا إلى علان الفاسي، بمعنى أن كل واحد ذهب إلى الجهة التي يرى أنها تكمله، وبالتالي وجدنا مجموعة من فقهاء القرويين مع الوزاني، ومجموعة من خريجي المدارس العصرية مع علان الفاسي. إذا لننتبه إلى مثل هذه الأمور. لما قلت وهي أطروحتي والتقيت بمجموعة من العناصر التي تنتمي لعائلة الوزاني حدثوني كثيرا كيف أن علان الفاسي قبل 37 كان لا يخرج من بيت الوزاني، والوزاني وعلان الفاسي شبه إخوة. في حوار جرته لجنة الثقافة الجديدة في الثمانينيات مع عبد الله جنون يتحدث عن التجربة التي كانت بين الوزاني وبين علان الفاسي، وجنون يقول بأنه يملك صورة للوزاني وعلان الفاسي، وفي ظهرها الأخوان اللذان لم يفترقا مهما حاول الدهر ذلك. يعني وما فرقوش جاي، يعني الصورة كانت فيها التاريخ ديال 32، يعني بالنسبة أن الذي فرق بين الرجلين هو السياسة وهو الفراق الذي استمر. يحكي البعض، ما عنديش أمور اللي قوية هنا، رواية شفوية ما عنديش كيفاش نتحكم في إثباتها.
أنه أثناء دفن علال الفاسي. دفن علال الفاسي الجمع منصرف، هو الزاني عاد إلى القبر وجلس مرة أخرى إلى جانبه وهو يبكي. فلما جاء المواطنون وأخذوه، لماذا تبكي من جديد؟ لأنه ما بقى عندها من ديال السياسة. يعني بالنسبة ليه هذاك اللي كيختلف معاه وهو وياه في جدال مشى، إذا بالنسبة ليه مع من غادي يدير السياسة؟ وأنا لا قلت هذه رواية مازال ما تمكنش من أسوء. إذا بالنسبة لنا نريد داخل هذا المركز أن نتعرف إلى كافة رموز الحركة الوطنية، لأن ربما كفى من الرؤى التي تبحث عن الصراع وعن المشاكسة وعن البوليميك، نريد أن نعرف جميع الوطنيين، لأن لا يمكن لشخص وطني واحد أن يكون قد بنى كل شيء، كل شخص إلا وساهم مساهمة من جانبه. من هذا المنظور تحدثنا كثيرا عن مجموعة من محطات تاريخ ونضال محمد بن حسن الوزاني، وبدنا أنه آن الأول نتحدث داخل هذا المركز عن زعماء آخرين، عن الفاسي، عن أحمد بلافريج، عن المكي الناصري، عن عبد الخالق الطريس، حتى نفهم هذه الحركة وكيف بنيت، وأنها لم تبنى فقط بالائتلاف بل بنيت كذلك بالاختلاف. في هذا السياق استدعينا الأستاذ حسني بأسباب أنه أصدر مؤخرا هذا الكتاب على الفاسي السياسة والأخلاق، ونريد أن نستمع إليه، يعني كيف اشتغل على الكتاب وما هي النتائج التي وصل إليها من خلال الكتاب، لأن أحياناً حتى ما نتحدث عنه سياسياً من اختلاف، وأنت تقرأ كتابات هؤلاء الناس تجد أنهم يلتقون مع بعضهم في عدد من المواقف. تجد الوزاني في النقد الذاتي لعلال الفاسي، يعني يطرح علال الفاسي يطرح في النقد الذاتي مجموعة من الطروحات الليبرالية التي لو لم نقل لك بأن علال الفاسي هو صاحبها تعتقد أنه الوزاني. وأنت تقرأ مذكرات الوزاني تجد حديثا عن السلفية، لو لم نقل لك بأن الوزاني هو الذي كتبها تعتقد أنه علال الفاسي، بمعنى أن التداخل تداخل الأفكار موجود بشكل قوي. الأستاذ علي حسني أستاذ كلية الحقوق بمدينة مراكش، من الأساتذة الذين لا يتوقفون على إعطاء دروس فقط بل من المشتغلين في البحث العلمي، كذلك من الأسباب التي جعلنا نستدعي أنه حاز جائزة علال الفاسي سنة 1996، وحاز جائزة محمد بن حسن الوزاني أعتقد في 98. إذن عنده جائزة ديالهم بجوج، هذه الصفات تجعله محايدا ويشتغل على الفكر. يعني بالنسبة لي لا فرق لدي بين محمد بن حسن الوزاني وبين علال الفاسي، وهذه الحيادية العلمية كذلك تهمنا. الأستاذ علي الحسني له مجموعة من المؤلفات، منها كتاب بالفرنسي الناسيوناليزم الماروكان اسمه المودرنيتي 1952، هذه هي الأطروحة ديال الدكتوراه، ناقشها في باريس 10 سنة 1990. من كتبه المنهجية في الدراسة الدراسة والاستيعاب دم العمل للطلاب الجامعيين، هذا عمل بداغوجي يعتمد الطلبة وتوجيههم في إطار البحث. له عمل آخر لإخذ الجائزة لعلال الفاسي تحت عنوان النقد الذاتي أو علال الفاسي وإشكالية البناء الديمقراطي. له كتاب آخر الجماعة العقيدة والشريعة أمام التحديات المعاصرة أو المنظور الإسلامي لبناء المجتمع الجديد في الفكر الإصلاحي لعلال الفاسي، أعتقد هذا هو اللي خذ به الجائزة في 97. ثم عند محمد بن حسن الوزاني وإشكالية البناء الديمقراطي في المغرب 1947-1978، هو اللي خذ به جائزة محمد بن حسن الوزاني ونشرته المؤسسة سنة 1998. له عمل آخر في تخصصه المباشر بعنوان القانون الدستوري وعلم السياسة،
صدر عن طبعا نجاح الجلد في 1999، له تحول معاق الدولة والمجتمع في المغرب الحديث 1844-1912، صدر سنة 2000 عن طبعة النجاح الجديدة، وله الدولة السلطانية إشكالية القانون العام في الشريعة الإسلامية، صدر كذلك عن طبعة النجاح الجديدة سنة 2005. طبعا بالنسبة لنا هذا النشاط العلمي كذلك يؤكد أننا لم نخطئ حينما استدعينا الأستاذ علي حسامي للحديث عن كتابه الأخير الذي قلت أنه يحمل عنوان على الفلسفة الأخلاق والسياسة. إذا فلنستمع الأستاذ حسامي وما يقوله حول هذا الكتاب. شكرا على تلبيته للدعوة وشكرا على هذه المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشكر الإخوة على تلبيتهم الدعوة التي وجهها المركز للتحمل والاستماع في عرض حول الألف. كذلك أشكر الدكتورة حورية الوزاني لسعة صدرها و لقبولها أن يدخل على الفاسي إلى مركز محمد حسن الوزاني، وتفهمها كبير أن على الفاسي ومحمد حسن الوزاني يتكاملان، كما قال صديقي أستاذ باحث سيد محمد الدفعلي ليس هناك تناقض. ما أريد أن أحدثكم عنه ليس الوجه السياسي المعروف لعلال الفاسي، أريد أن أحدثكم عن علال الفاسي المفكر، كيف يفكر علال الفاسي في مشروع المغرب الجديد، في المشروع الاجتماعي لإعادة بناء المغرب على أسس هي أسس الهوية الوطنية، هي الإسلام، هي تاريخ المغرب كما هو كان، يعني استمرارية المغرب في هويته مع الانفتاح على التطور والتجدد والمعاصرة كما كانوا يقولون أنذاك. علي الفاسي عاش ما بين 2000 ولد سنة 1914 وتوفي سنة 1974، بمعنى ولد إسبانا الحماية الفرنسية، لم يعرف المغرب السابق في مغرب القرن التاسع عشر، حيث كان يمثل الزاوية هو الأساسي في تكوين المثقفين والمتعلمين والفقهاء والطلباء إلى آخره. فمع دخول الحماية سيكون هناك تعليم حديث درس فيه السي محمد بن حسن الوزاني هم المدارس الفرنسية المغربية أو المدارس الأهلية الإسلامية، وعلى الفاسي درس في القرويين بعد إصلاحها بعد إدخاله الإصلاح 1912، الإصلاح لم يهم المواد التي كانت تدرس، أي تكوين العلماء والطلبة إلى آخره، لم يهم، كان يهم فقط تراتبية العلماء. إذن ما يهمني هو علي الفاسي مفكرا. علي الفاسي بطبيعة الحال لابد من تذكير بالظروف التي يندرج فيها تفكير علي الفاسي في مغرب المستقبل، أي مغرب نريد للمستقبل بعد الاستقلال. هناك لحظة من اللحظات المؤلمة التي عاشها المسلمون هو سقوط الخلافة العثمانية، سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 وبناء الدولة القطرية، الدولة العصرية بين مزدوجتين بقيادة مصطفى أتاتورك. سقوط الخلافة العثمانية رغم أن المغرب لم يكن مستعمرا أو تحت الهيمنة تركيا، ولكن الشرق كان ينعكس عليه
سقوط أو تخلي الضغط من الخلافة هي خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومطلق نطلق على الحكم العثماني آنذاك على البلدان العربية خلافة مجازا. الحكم العثماني حينما انزاح عن الدول العربية وولدت تركيا العلمانية وقع زلزال لدى العلماء، شعروا بأنهم أصبحوا يتامى كالأيتام، كي ما لم يعد هناك جامع، وكانت هناك نقاشات عن الخلافة إلى آخره. وكان السؤال الأكبر هو هل الإسلام دين أم دين فرض نوعا من الدولة؟ هل الإسلام دين أم الإسلام يتضمن مبادئ سياسية لميلان أو لبناء دولة سياسية أوتوقراطية؟ أوتوقراطية متشابهة، ولكن بشكل عام هل الإسلام ينص على نوع معين من النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي إلى آخره؟ هنا كتب أحد علماء الشباب وهو علي عبد الرازق، كتب الإسلام وأصول الحكم، ووصل وعالم شاب في الأزهر، وصل في الخلاصة إلى أن السياسة مسألة دنيوية لا علاقة لها بالدين. أمور تنظيم المجتمع يرجع لأهله، هم الذين ينظمون مجتمعهم حسب ظروفهم حسب مستواهم الحضاري إلى آخره. طرد علي عبد الرازق من الأزهر وهو عالم شاب. والمصيبة الكبرى التي لا أفهمها هو أنه كتاب ما زال إلى حد اليوم ما زال من المصادر الأساسية، وكان ترجمه من الفرنسية الأستاذ أنصاري مدير المكتبة العندية سعود ترجم إلى الفرنسية، وما زالت فيه نقاشات طويلة. المصيبة الكبرى بالنسبة لي أن علي عبد الرازق لم يعد الكتاب مطلقا. أخوه كتب كتابا حول الفلسفة الإسلامية أو شيء من هذا القبيل، ولكن علي عبد الرازق لم يعد الكتاب. إذن كتاب علي عبد الرازق كان له وقع كبير وما زال له وقع كبير إلى يومنا هذا في العالم الإسلامي. المسألة الثانية هي سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1830. سقوط الجزائر بالنسبة للعلماء المغاربة يعتبرون المغرب العربي كله جزء من الحاج يذهب من المغرب إلى الجزائر إلى تونس ويشتغل عالما هناك مثل ابن خلدون ابن بطوطة ومفكرين آخرين الذين إما ماتوا في أي بلد ويمكن أن يشتغل بحيث الحارس في تونس يذهب للمغاربة ويشتغلون كحراس إلى آخره، ويمكن أن نرجع في ذلك إلى عبد الله العوي في لي زوجين دو كولتوريل دو ناسيوناليزم كان أصول اجتماعية وثقافية للوطنية المغربية فيه ملاحظات هامة تهم ذلك. العلماء المغرب اعتبروا نكبة استعمار الجزائر بعد طرد المسلمين من إسبانيا في ذلك المستوى. وبطبع الحال جاءت مشاكل كبيرة جدا من الجانب الجزائري، واحتلال الجدار واحتلال الدار البيضاء وضرب الصويرة وإلى آخره، حتى تم بسط الحماية الفرنسية في 30 مارس 1920، حيث كتب محفوظ أو ينسب إليه أن داء العقبي بالمغربي قديم، أن مشاكل المغرب مشاكل الاستقرار السياسي مشكل قديم ليس رهين ب 1912. من هنا مع بسط الحماية الفرنسية ظهرت كما قال صديقي وزميلي الأستاذ الباحث سي محمد الدفاعي، ظهرت حركة وطنية. الحركة الوطنية أو وطنية إذا شئنا تحديدها ليست فقط سياسية، يكون وضعي وطنية تذهب كما يقول عبد الله العوي حتى الأكل، حتى نوتر فاسون دو مونجي
الكسكس ولا اللباس العصري الى اخره. هناك اي معارضه للاجنبي واي احياء للتراث الوطني قدمتها وناقشتها سنه 90 وفرضت علي سنوات من الدراسه بانني انا ابن المدرسه الوطنيه، انا ابن المدرسه التي اسسها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وكان كلها والدينا كانوا يعتبرون ان الاسلام وان العروبه وان الخير يجب ان تذهب الى مدرسه الحزب وهناك تدرس. إذن الوطنية الحماية الفرنسية بدخولها إلى المغرب ولد جيل جديد من نموذج محمد بن الحسن الوزاني وعلي الفاسي وبرفريش إلى آخره. وهناك جيل ماروكان وهم الذين درسوا في المدارس الفرنكو ماروكان وتعرفوا شيئاً ما على الثقافة الفرنسية. فرنسيون معقدون ببيان حقوق الإنسان 1789، يعتبرون أنفسهم أنبياء إغريتي ليبرتي فراتيرنيتي. ف لي جون ماروكان جور وغيعلقوا بيان حقوق الإنسان منه محمد بن الحسن الوزاني، فمنعهم مارشال اليوطي او كان انذاك جنرالا لم يصل هنا انه كان ملكيا و في 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 عمق ذاته يريد احياء الملكيه في المغرب، لان الملكيه في فرنسا ذهبت ديفينيتي. فمنعهم من تعليق حقوق الانسان ضمون بيان حقوق الانسان باعتبار ان حقوق الانسان متعارضه مع الاسلام ومتعارضه مع المونارشيه والملكيه الى اخره. ما يهمني هو ان كما قال زميلي هناك عناصر تكونت في المدرسه الفرنكو ماروكان واطلقت عليهم الحمايه الفرنسيه لجول ماروكان وجماعه تكونت داخل القرويين وفي بن يوسف في المراكش وفي زوايا أخرى. نقطة مهمة جدا هي تكامل محمد حسن الوزاني، رغم أني لا أريد الدخول في المسائل السياسية، لا دستور ولا انتخابات ولا صراعات ما بينهم. ما يهمني أساسا هو علي الفاسي بوفكار، وفي محاضرة أخرى إن شاء الله سيكون طرح السؤال ما هي الإيديولوجية التي كان يستقي بها محمد حسن الوزاني، لأن البحث الذي نشر مرت عليه 20 سنة، وأي كتاب نشره بعد مدة يفرض عليك مراجعات، غير المشكل ديال الطبع وداك الشيء ما يمكنش، وكاين اللي كيبقى كيراجع كتاب واحد ما عمرو كيخرجو، يبقى دخل ايه تحسينات واصلاحات وتحقيقات وكذا وهذه وكذا، فما عمرو كتخرج شي كتاب. ما مسألة المسألة التي لا بد أن أملح عليها هي أن الوطنية حينما ولدت الوطنية في المغرب ولدت بالنسبة لي بطبيعة الحال منذ سنوات العشرينيات. الوطنية بمعنى الناسيوناليزم المصري، سميته بعد أحد المصريين الذي كان مشهورا عبد الملك أنور عبد الملك يميز ما بين الناسيوناليزم وشي مسائل أخرى والسوماليتار. نعم الوطنية والناسيوناليزم والسوماليتار في فقرة من سميته النصوص السياسية اللي جمعها في زيديسيون نوسل. الوطنية بالنسبة لهذا الجيل الجيل ماروكان، قلنا هي لا كومبوزون ديال الناسيوناليزم، كاين الجيل ماروكان العربية ما كيقول الشبان المغاربة أو الشبيبة المغربية، وبالنسبة للطلبة الفرنسيين كيسميوهم الناس اللي تخرجوا من التعليم الديني
تيسمعوا لي طلبه تاتي ولي في الافتاء ولا شي كذا تبيع عليه ولكن تي ولي الافتاء تدير 60 عام تبقى قرب يمشي بحال هكا. ف ما اريد انا ماشي طالب ماشي طلبه لا لازم طلبه 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 العلم طلبه العلم. الغرفة هي في المغرب بين المستقبل ولدت في حلم الزاوية خير الحنطه نظيم الحركي داخله بقاو 600 بقاو بيرفيود تتقريب لك شي وسط منه الزاوية والحنطه. ف ثم ما اريد الاستيلاء عليه بالاحمر هو ان ولادة السياسة في المغرب ظهور الوطنية بالنسبة لي كانت سنة 1920 قل شوية ولا لا شوية حوالي مع ميلاد المراكز المدارس القرآنية المجددة وهذه المسائل زادوا لها المجددة المجددة بمعنى أنه التعليم كما كان ألفية بن مالك وابن عاشر والجرومية والفقه كشكل كتكوين أساسي بالنسبة للمثقفي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين غير كافي، لابد من الجغرافيا ومن التاريخ ومن الحساب وكانوا يسمونها بالعلوم العصرية ورفع شعار العلم أو الموت. علم أو الموت إلى علم بالنسبة لهم العلم هو يفتح مدارس ليست محاضرتي حول الوطنية المغربية محاضرتي حول ما أريد التحدث أنا هو على الفاسي ولكن لا بد من هذا الخط هو أن في 1920 وحتى 30 مع معارضة الظهير الذي ينظم العدلية في المناطق البربرية هذا هو الاسم ديالو وشوية باسم آخر الطريق البربرية هو أن مسلم عربي إذا كان دار شي جريمة في المناطق المدعوة بالبربرية يحاكم بقانون فرنسي وليس في أرض فرنسية تتحاكم قانون الدولة التي يوجد فيها ولكن أن أكون في بلدي وأحاكم بالقانون الفرنسي مصيبة كبرى وهو الفصل السادس من الظهير. ولدت السياسة بالمفهوم العصري. ولدت سنة 1920 مع المدارس أو المسيد القرآنية المجددة. بمعنى أنهم يرفضون التعليم الفرنسي. ويرفضون التعليم الذي تلقوه. هناك نوع من الانفتاح. وفيما بعد ستكون في مسألة الظهير البربري وفي 33 حتى 37 تقوم صلاة يصلي المصلون صلاة العصر. الفرنسيون استغربوا كيف بعد الصلاة تخرج مظاهرة بالجامع الكبير بفاس أو بسلا أو بمراكش في بعض الأحيان لأن التلميذ اليومي كان مراكش كان سميتو نادر ولكن كمان كيتحركوا خطر فلم يفهموا كيف يمكن ان تخرج السياسه من المسجد من الصلاه وفي الكنيسه ليست هناك سياسه ولكن في امريكا اللاتينيه هناك لاهوت الثوره لا تكنولوجي دو لا ريفوليسيون. الوطنيون المغاربه فهموا ان الوطنيه هي الصوفيه وبالتالي أصبحت زاوية جديدة اسمها الوطنية. هناك تصوف في السياسة وهناك تصوف للوطنية ومفهوم أن ممارسة السياسة هي أن ينظر الإنسان نفسه لقضية البلد لقضية الوطن لقضية المجتمع لقضايا يطرحها الذي يطرحها الظرف الذي نعيش فيه بمعنى أن السياسة هي نوع من التسامي ليس السياسة كما نعرفها اليوم هي الوصول إلى منصب
أو أخذ منافع إلى آخر. واو سيدي محمد بن الحسن الوزاني حينما كان منفيا للإنسان في أحد التقارير لكونترولور سيفيل الذين كانوا يحكمونه قالوا على أنه سيكونتات دو تيرك ما يمكنش إذا خدا شي موقف ما يمكنش يتزعزع منه. وفي جميع كتاباته تنعكس صورة أو معنى أن السياسة حالة تصوف ولكن تصوف دائم. محمد علال الفاسي سميته محمد علال الفاسي عبد الكريم بن غلاف عبد الله بن إبراهيم مع تحديث يحدثون حتى أسماءهم بل تحدث تصبح سيدي محمد بن الحسن الوزاني كنت عارف بن الحسن الوزاني ففيما بعد كان ذلك النقيض. كذلك بالنسبة لمحمد علي الفاسي لا أعرف كيف حدث محمد وسامح اسم محمد عندنا مجال في بعض الأسر كاين محمد الكبير وكاين محمد الصغير جوج ديال الخوت تبركا بالرسول عليه الصلاة والسلام. سي محمد علي الفاسي يقوم بعملية فكرية كبيرة جدا بناء فكر متكامل ينتقل من الفقه إلى السياسة في الأرض الإسلامية في لدى المسلمين هناك الثقافة هي الفقه وفي المغرب المثقف هو المتمكن من الفقه والفقه بطبيعة الحال هو جزء من العلوم الإسلامية بعد نزول القرآن الكريم لفهمه وشرحه خلق المسلمون 20 علما الناسخ والمنسوخ في أحاديث علوم أخرى في البلاغة إلى آخره بحيث أن حياة الإنسان لا تفي لكي يدرس كل هذه العلوم. في المغرب كان الفقه هو المغاربة كانوا بارزين في علم الفقه. محمد عبده المصنع الكبير للغرائض السلفية في العالم العربي آنذاك استفتى الفقهاء استفتى ونشم سيري واستفتى الفارسي واستفتى مجموعة من العلماء في قضية النازلة ترانسوندونتالية وفي قضايا أخرى وكان حتى في وقت بوكالي أعطى أجوبة لمحمد عبد. إذن علم الفاسي ينتقل من الفقه إلى السياسة من التقليد إلى المعاصرة فهو يعتبر أن السياسة من المصلحيات أي أنها دنيوية بمعنى أن القرآن الكريم لم يأتي بأوامر معينة لتنظيم المجتمع وعادة ما يقسم الفقهاء عملهم مقاصد الفقه إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضروريات هي خمس هي حفظ الدين والعقل هناك من والعقل والنفس والعرض والمال. بالنسبة للترتيب هل من الواجب حفظ الدين قبل النفس هناك بعض العلماء يقولون يجب حفظ النفس هي الأولى لكي يمكن للنفس أن تحمي الدين. الحاجية والتحسينية ليست فيها نصوص هي الأخلاق يمكن أن يقع تجاوزها فالمقاصد الضرورية دونها لا تقوم مصالح الدين والدنيا هذه عبادة. المقاصد الحاجية فيها العبادات والمعاملات والجنايات والمقاصد التحسينية مكارم الأخلاق على مستوى السلوك الفردي والجماعي. علم الفاسي
حاول أن ينطلق من المصلحة بالمفهوم الفقهي، بمعنى أن حينما يقول ابن القيم الجوزية بأن الشريعة كلها مصلحة، وأن المصلحة فوق كل شيء، وأن التشريع يجب أن يستجيب مع مصالح الأمة، مع مصالح الأمة الإسلامية. على الفاسد يذهب أبعد من ذلك ويقول بتجاوز النص القرآني إذا تعارض مع العلم. كان مشكل طرح لدى الأوروبيين، زطاك بمسألتين. مسألة الحريم، أن المسلمين يتزوجون أربع زوجات، الدين الإسلامي متنى وثلاث وربع، زائد الجواري إلى آخره. والمسألة الثانية هي مسألة عدم الإيمان بالغيب وعدم الإيمان بالعلم. طرحت اكتشافات علمية جديدة، منها كرة أرضية، هل هي على قرن تور أو على ما، كيف تدور إلى آخره. هناك أسئلة علمية كبيرة لا دخيل بها، يعني بعيد عنها. طرح السؤال على محمد عبدو وكتب كتابا مهما جدا حول الإسلام والنصرانية وجواب الدين الإسلامي في ذلك. فقال محمد عبدو بدليل العلم لا يمكن أن نتنكر لمبادئ العلم على أساس أن لدينا نص كتب أو وقع نزوله في ظروف معينة واستبدلت الظروف. على الفسيح أظن أننا نمر إلى قضية هامة جدا، لأنني أريد أن أطرح لكم الذي يطمح كبير أنني أعرف كل شيء، ولكن لا ليس ممكن ذلك نظرا للوقت. على الفسيح يحاول تجاوز تقليد. تقليد ما هو التقليد؟ تقليد هو قياس الشاهد على الغائب، قياس الشاهد على الغائب، قياس الحاضر على الماضي. يجب أن نحل مشاكلنا بالنسبة لقواعد فقهية. ما هو الفقه؟ هي قوانين، هي قواعد قانونية يجب أن نطبقها، أي قنوات للسلوك الفردي والجماعي، ومن أخل بها ينسب العقاب، إما عقاب دنيوي في كثير من الأحيان، السلطة السياسية تبحث عن الاستقرار وطاعة المواطنين وولائهم، أو الحرام، الحرام يدخل في عبادات إلى آخره. هناك قولا للغزالي، والغزالي أبو حامد الغزالي يدعو إلى الفاسي نفسه بفيلسوف الإسلام. يقول الغزالي وهو متصوف انتقل من الفقه إلى التصوف، وحين دخل إلى التصوف لم يرجع. قلت من ضاق حلاوة التصوف لم يرجع. فالتصوف كلها طريقته، طرق صوفية، كاين طرق شعبية هي بناء أحمد شاوي سواء، والطرق طرق المثقفين بحال الإعلام وسيد حسين المزني هي تجارية، تجارية كانت زاوية للعلماء الكبار أو الفكر إلى آخره. الغزالي قال ليس في الإمكان أفضل مما كان، عنده شعار هو أنه الماضي هو الجميل. يقول علماء السوسيولوجيا حينما تقول بأن ماضيك هو الأجمل وأن الجيل، جيل اليوم جيل خسر، فأدرك جيدا أنك شخت، أنه لم تبقى لك علاقة بهذا الزمن. فمن الأفضل أن نرى بعيدا. أن ما أريد التنصيص عليه هو على الفاسي عمل اجتهادات فقهية من خلال المصلحة، من خلال سد الذريعة، الآليات التي كان يستعملها فقهاء، ودعا مثلا إلى عدم تعدد. منذ 1948 قال في كتابه النقد الذاتي الذي كان ينشر في مجلة رسالة المغرب آنذاك على حلقات، قال بأن
هناك في الفقه الإسلامي هو ماشي تيهضر سياسيا، ما كنقولش الآراء السياسية ولا أفكار سياسية تعادلية، لا أنا كنقول المسائل الفكرية انطلق هو أسس لمبدأ سماه مبدأ الإرشاد في كتابه نقد ذاتي، قال بأن اجتهاد الأصولي علم أصول الفقه هو الإرشاد، أن القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام دعونا أرشدونا إلى السلوك القويم، ومن يعرف هذا السلوك القويم هم العلماء العارفون بالدين. فمن بين قواعد الإرشاد التي قال بها هو عدم التعدد، ليس لأسباب لأسباب مواجهة الغرب، لأن الغرب دائما كان دافر لعموم على كتاباتهم الحريم والسلطان، ولكن كتابات كثيرة جدا منذ القرن 18 و19 قال لأنه لا يمكن أن تكون هناك عدالة، لا يمكن أن تعدل ما بين 4 زوجات. إذن وهناك ما يريد التنصيص عليه هو التمييز، فتح باب الجهاد بالضبط. إذا شئت أن أشرح أكثر تلا نتوقف كثيرا، فتح باب الجهاد واعتبار الشريعة، اعتبار القرآن والسنة النبوية ليست أمرا يجب أن نتشبت به تشبت العامة. هناك نصوص في العبادة لا بد منها، لا يمكن الإفطار في شهر رمضان كما قال بورقيبة وكما شرب كأسا أمام الملأ في خطاب الله بالنسبة للفسيق، هذا يمس أحد مبادئ الإسلام إلى آخره المسائل ديال العبادة. ولكن في مسائل ديال الحاجيات والتحسينيات اللي هو التقدم وتقدم المجتمع وتنظيمه وإعطاء المرأة مركزها ومساواتها بالرجل، كان كما سنرى كان يدحض أطروحات الإخوان المسلمين في بعض الأحيان يذكر سيد قطب، يذكر كبار العلماء وكبار مناضلي الإخوان المسلمين وينتقدهم. بطبيعة الحال علم الفاسي فرق كبير ما بين ما يكتب في بعض الأحيان وما سوف نقف عليه. لنقف عند الحرية، الحرية بالنسبة له أولاً قبل الحرية هناك نقد حقوق الإنسان بالنسبة له، الحق يجب أن يرتبط بالواجب، لا يمكن أن يكون هناك حق دون واجب، بل أن الواجب حقوق وواجبات يحذف الواجب، فيقول بأن هناك حق واجب، ما هو واجب فهو حق، وما هو واجب فهو حق. لنرى الحرية وهي أهم مبحث عند الفلاسفة. الحرية بالنسبة له غاية الوجود الإنساني، غاية الوجود الإنساني يعتبر على الفلاسفة أن التاريخ الإنساني ما هو إلا تاريخ صراع من أجل الحرية، على عكس كارل ماركس الذي يعتبر تاريخ البشرية هو الصراع الطبقي بين من يملك وبين من لا يملك. الحرية بالنسبة له ليس حقا طبيعيا كما قال فلاسفة العقد الاجتماعي كونترا سوسيال، لأن ما يراد بالحق الطبيعي هي الحقوق المرتبطة بغرائز الإنسان بالنسبة له، الدفاع عن النفس وبقاء النوع البشري، غير أن هذه الحقوق هدبت تبعا لمصلحة الجماعة على قوانين وعادات وقيم. وبالتالي فإننا إذا وضعنا حرية التفكير في عداد الحقوق الطبيعية لكان من المتيسر
أن نقول بإمكانية تحليلها بمختلف القيود التي تحد بها الحقوق الطبيعية. هكذا فمصلحة التجدد والابتكار للدعوات والاهتمام بمصالح الجماعة، كل ذلك يقضي بأن تعتبر حرية التفكير حقا عقليا لا يجوز أن يحد بما تحد به حقوق المستمدة وحدها. واجعل لكل اعتراض محافظ بدعوى أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، فإن على الفاسي يصيح في وجه دعاة المحافظة، وإذا كانت الحرية ستحرقنا فلتفعل، فإنها على كل حال خير من الضغط ومن التغذي بأفكار تنظمها عبادة القوة أو عبادة المال. يشرح ذلك لأن دواء الحرية صحيح، ولكنه وحده الدواء الصحيح، العلاج الوحيد للأخذ بالتطور والأخذ بسبل التقدم. ومن هنا كان الواجب يقضي علينا بتأييد الحرية ونشر دعوتها، ولذلك لا يمكن أن نكبت أي تيار من التيارات أو نمنع الاستماع لدعوة من الدعوات. ويبقى على الفاسي مخلصا لمنهجيته، نقد المفهوم الغربي العقلاني ثم عرض المفهوم الإسلامي المتسامي في الاستخلاف الرباني، ثم أخيرا تأصيل المفهوم من كلا التصورين الغربي والإسلامي مع إعطائه وقع أو شحنة حداثة صوفية. الصوف لا يغيب عن الفاسي، وذلك يرجع لتكوينه الفقهي الصوفي السياسي. وما يدفع على الفاسي للبحث في تاريخ الحرية والتحرر في الغرب وحرية التفكير حسب قوله وحرية الإنسان على العموم، إلى أن يصل إلى أن النظريات الفلسفية لم تمهد، إلى أن يصل إلى حكمه أن النظريات الفلسفية روسو ومونتسكيو وهوبز وكل فلسفة العقد الاجتماعي ليست نظرياتهم الفلسفية هي التي دفعت إلى ثورة 1789 في فرنسا، ليست نظريات الفلسفية وحدها هي التي تخلق الثورات. يتساءل علام الفاسي ضمنيا كيف تقع الثورات؟ كيف يقع التحولات الاجتماعية؟ التحولات الاجتماعية بالنسبة له لا يمكن أن يقوم بها فقط الدعاة، يجب أن يكون الشعب الجماهير مستعدة لذلك. بطبيعة الحال ثورات لا يمكن أن تشبه ثورة أخرى، فالثورة الإسلامية التي وقعت في 1979، الثورة الإيرانية، هي زلزال وقع في العلوم الاجتماعية. لأول مرة تقع ثورة دينية لم يكن في الحسبان أن تقع، وخصوصا في ثالث بلد قوي عسكريا. كل مجتمع تجي ثورته حسب الظروف، ولا يمكن أن تشبه الثورة الروسية ثورة الفرنسية أو ثورة الأمريكية أو ثورات أخرى. يقف على ذلك على الفاسي ويقول أن إذا كان ذلك يعني أن قوة الغرب مؤسسة على العقل والحرية، فإن على الفاسي غالبا ما يعقب حسب الضرعوي بأن الإسلام والإيمان بالله باتباع طرق العقل والإسلام بصفته ديانة التوحيد مطلق يلغي كل ألوهية مزيفة بشرية كانت أم غير بشرية، ضامنا بذلك أتم حرية الفرد. وهي فكرة بالنسبة للعروي تتخذ أساساً لنزعة فوضوية كاملة معينة، ميل إلى نوع من الفوضوية السياسية، أي ديمقراطية غير مقيدة كما يدعو إلى ذلك. على الفاسي ينطلق من أن الإنسان خليفة الله في أرضه، أن الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان في وجوده في هذا الأرض رسالة معينة، هي رسالة الاستخلاف، هي استخلاف الله تعالى، ويدعو إلى التخلق بين مزدوجتين
بأخلاق الله بمعنى التصرف، بمعنى التسامي في القيم الأخلاقية الكبرى التي تجمع المجتمع إلى طريق التطور. إذن بالنسبة له الإنسان خليفة الله إذا كان يؤدي رسالة الاستخلاف، ورسالة الاستخلاف هي تعمير الأرض تعميراً حضارياً، والتعمير الحضاري والتطور هو الإخاء مع الإنسانية. استغرب كثيراً حينما أقرأ على الفسيق ليس له حقل للغرب، ليس له حقل للفرنسيين الذين احتلوا المغرب بالحديد والنار والقتلى إلى آخره، لا تجد هذه النزعة العدائية، بل تجد إخاء مع الإنسان. قلت النقطة الأولى هو رسالة الاستخلاف، النقطة الثانية أن الإنسان أي إنسان خصوصا المسلم هو خليفة لرسول الله، لم تعد الخلافة، هي مسألة هامة جدا، الخلافة لم تعد الخلافة محددة في الخلفاء الراشدين، هو انقتل الخلفاء الراشدين لا نموذج عمر خليفة عمر ولا الآخرين لا يذكرون، وينص على أن كل إنسان يتقفى آثار النبي ويتقفى السيرة النبوية فهو خليفة للرسول. يطرح مفهوما من خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام مفهوما توليا، وبالتالي يتشبت بالحرية ويدخلها في هذا النسق، نسق أن الإنسان خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله إذا صار في الطريق القويم، والطريق القويم بالنسبة له هو خدمة الجماعة، وسيد الجماعة وخادمهم كما يقول الحديث. إذن ماذا لك؟ الحرية بالنسبة له حق وواجب، حق وواجب كبقية حقوق وواجبات التعميم، فالحرية في الإسلام جعل قانوني يتفق مع إنسانية الإنسان وفطرته وليست حقا طبيعيا. القول للروسو أن الناس ولدوا أحرارا ولا يعرف كيف أنه يعنون الحر، صادر نجد لدى على الفسيح في بعض الأحيان نجد تأثير لصادر، صادر الذي ساد في الستينيات وترجم من طرف جماعة مجلة الأهداف سهيل القدماوي مدير مجلة الأهداف، ترجم وكذلك علي البدوي الذي كان موجود له في سوق كبير في العالم العربي ودرس في فرنسا، نجد تأثيرات، ولكنه على الفاسي في بعض الأحيان لا يذكر مرجع، هناك أفكار يريدها ينقلها يأخذها ولكن لا يذكر مصادرها، إما لأن الشخص ملحد أو في شائبة من الشهوة يتحرى ذكر كثير من المصادر. في بعض الأحيان يذكر مصادر أنا لم أعرف عليها، ربما كان في ذلك الوقت واليوم لا أجدها. فالحق بالنسبة له لا يتم إلا بالواجب، لأن استعمال الإسلام لكلمة تكليف، والتكليف بالنسبة له هي المواطنة، هو يجب ترجمة للمواطنة في التكليف والمكلف. إذا كان الإنسان مكلفا بتعمير الحضاري داخل مجتمعه فهو مواطن، هو يسلم إذا شئنا يسلم السياسة، يسلم الحداثة، ولكن اجتهاده الفقهي خطير جدا أن يقول بأن الإنسان خليفة الله في أرضه
وأن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. ويضيف أن أي شخص كيف ما كان ابن عربي متصوف كبير من كبار المتصوفات لن يصل إلى أخلاق المهم والتسامي وديما الصوفية. أي ممارسة أي يجب أن تكون فيها الصوفية، والصوفية كما قلت هي إيثار النفس، لا نفكر في أنفسنا بقدر ما نفكر في مجتمعنا أو في القضايا التي نحمل أو التي نؤمن بها. وكذلك خلافة رسول الله، خلافة رسول الله أن كل المؤمنين كل المسلمين إذا صاروا في طريق رسول الله فهم خلفاء للرسول. إذن تكليف تكليف إيذان بأن الحقوق تعني الواجبات والواجبات تعني الحقوق، لأن الحقوق التي يطلبها الإنسان هي وسيلة للقيام بواجباته، وهذه أيضا تعتبر وسائل لحقوق أخرى يحصل عليها في حياته الدنيوية وفي يوم الجزاء. الحرية إذا انتفت نزعت الإنسان يعني الإنسان صارت يقول أن كونديسيوني pour être libre. الحرية هي مسألة جبرية ماشي اختيار أن نكون أحرار. طبيعة الحال جون كورسارد ليس فيلسوف، هو شبه فيلسوف، هو في الأدب بالنسبة للفرنسيين وللفلاسفة فلا يعتبرونه فيلسوف، ولكن مناضل سياسي ويقترب شيئا ما، يتمسح شيئا ما بالفلسفة. يعتبر أن الإنسان الإنسان مجبر أن يكون حراً. بالنسبة لعلال الفاسي يقول أننا مجبرين على تحقيق حريتنا، نولد حرين بفعل الفطرة، والفطرة بالنسبة لأهل الإسلام، وبالتالي يجب أن نكون أحراراً. ويصنع أو يخلق التيولوجي ولا ريفوليسيون هي تلقى على الفاسي فوق ما تلقى تلقى تأويل جديد بعيد عمري ما ندفع شي كتاب نقراه، تلقى تأويل جديد للتيولوجي. لاهوت ثورة، لاهوت ثورة صيغة في أمريكا اللاتينية انطلاقا من المسيحية، مسيحية الفقراء في أمريكا اللاتينية. هناك فرق شاسع فظيع ما بين المافيات، المافيات المخدرات السلطة الأخير بالشعب، ثم أن التشكل للشعوب أمريكا اللاتينية كان حد كوبا برازيل ومتابعة أخرى حسب علمي أنها كانوا تجارة حديد، كانت ملك كوبا هي المكان يودع فيه العبيد حتى يرجعون يرجع ترجع السفينة التي ستأخذهم إلى أمريكا. لاهوت الثورة حسن حنفي، حسن حنفي درس في فرنسا، درس أصول الفقه، وهو نفسه مع اليسار الإسلامي مع المجلة اليسار الإسلامي والثورة في إيران علي شريعتي وطياره خلق مجاهدين كتب صاغ لاهوت الثورة، أي التسامي نفس فكرة علال الفاسي، التسامي في ذات الله سبحانه وتعالى والتسامي في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول علال الفاسي الحرية إذا انتفت نزعت الإنسانية عن الإنسان وعاد إلى طبيعة الحيوانية. لهذا السبب يدور فيك علال الفاسي حسب عبد الله العظيم داخل المعادلة التالية: الإسلام هو الفطرة والفطرة هي الحرية، فالإسلام هو الحرية. ويؤكد عبد الله العروي أن المعادلة هذه لا تكتسي أهمية إلا إذا تذكرنا أنها تتضح في الذهن في ختام تطور تاريخي طويل. يكتشف الإنسان الفطرة بعد التخلص من الزيف. الفطرة هي ما خلقنا الله عليه، هي الإسلام. كل حديث يقول أن الأبوان
هم الذين يمسحان أو يدخلان ابنهما إلى اليهودية، ولكن أصل الديانات والأصل في الإنسان هو الإسلام، وبالتالي يشرع للفاسد الفطرة على أنها مرادفة للإسلام. عبد الله العروي يهين بعلل الفاسد، يهين بعلل الفاسد ويقول بأنه استطاع الهيمنة على الساحة الثقافية والسياسية طيلة 50 سنة الإيديولوجية العربية المعاصرة، النسخة الأولى 20 نسخة التي أعاد كتابتها على الفرنسية، نسخة محمد الثاني أو فرانسوا ماسبيرو بالفرنسية. يؤكد على يؤكد عروي كما قلت أن المعادلة هذه لا تتسي أهمية إلا إذا تذكرنا أنها تتضح بالذهن في ختام تطور تاريخي طويل يكتشف الإنسان الفطرة بعد التخلص من الزلل، والحرية بعد تفويت التفويت، والإسلام بعد كسر الأصنام. ولذلك يتضح لماذا الإسلام دين الحرية، كان مناط الرسالات وهو دين الأحرار أينما كانوا حتى ولو لم يسمعوا به أبدا. بالنسبة لعلال الفاسي وبالنسبة للعلماء المتنورين يعتبرون أن المسيحي أو أي شخص ليس مسلما ويقوم بعمل صالح للبشرية فهو يدخل إلى الجنة. يعتبر بعض العلماء المعاصرين أن للأشخاص الذين يقومون بأعمال جليلة للبشرية فهم كالمسلمين، بل أن في قلبهم الإسلام. أعلن الفاسي في الأربعينات والخمسينات قال نفس الفكرة، قال بأن الإسلام والتعاون مع البشرية هو الأهم، وأن الإخاء البشري يقوم على هذا المعنى. إذا كانت هناك إرادة لتعمير الأرض تعميرا حضاريا من أجل الإنسان فهؤلاء يعتبرون في قلبهم الإسلام. أول مظهر للحرية بالنسبة لله هو الإرادة، وبما أنه لا وجود لحرية مطلقة فإن توجيه الإرادية عبر العقل والإيمان، لأن العقل وسيلة للمعرفة ولكن في حركته مع الحياة أي مع معطياتها، والتجربة الوجودية وسيلة للمعرفة ولكن في تفاعلها مع العقل أي مع الوعي الإنساني الباحث عن الوجود أي عن الاستقلال. والحرية هي مجموع العمل النفسي للتوفيق بين الإرادة والمعرفة. المعرفة الحرية هذا التعريف عملي، تعريف بيداغوجي، لأن قراءة علال الفاسي انتقاله من الواقع الصوفي تبقى تفهمون أي مشكل يطرح لعلال الفاسي تمشي التصوف يتسامى. وبالتالي كما قال أحد أساتذة السوربون في نص جنتاز سور الفاسي سور الأوتوكريتيك التي قال لك علال الفاسي شيء إشكال فكري ينتقي للصوفي. الصوفية بالنسبة له تحل كل المشاكل. الآن هو يعرف لنا الحرية بأن هي مجموع العمل النفسي للتوفيق بين الإرادة والمعرفة، بمعنى أن دون معرفة ليس ثمة حرية. الجاهل لا يمكن أن يكون حرا. المسلمون فقهاء المسلمين يعتبرون أن الحرية هي للعاقل وللرجل ليس للمرأة، وليس الذي ليس له عقل لا يميز، يجب أن يكون مميزا أي بالغا وذو عقل ليس أحمقا. هنا فاقد العقل عفوا. الإرادة والمعرفة يجب التوفيق ما بين الأكسيون إلى الكونيسونس. نحن نتذكر أن البروغرام ديال الفيلوزوفي ديال الباك مقسم إلى جوج، الأكسيون في حسن الأكسيون إلى الكونيسونس، وليس مجرد شعور ثابت كما يؤكد البعض،
لأن الشعور لا يكفي الاحتجاج، إنما الوعي بالوجود بل تحقيق هذا الوجود عن طريق الوعي إنها اختيار الفطرة في مواجهة الطبيعة والتي تعني الجر. التحرر وحرية الفرد فكرة أفضل كشرط من شروط النهضة، كذلك يذهب إلى صياغة إنسية هيومانيزم ماروكان، إنسية مغربية انطلاقا من تاريخ المغرب، وليس هناك متسع من الوقت لنقف عليها. هو ما يدعو إليه على الفاسي ليست الحرية أن يفعل الإنسان كل ما يشاء ويأتي ما يريد، ولكنها في أن يعد نفسه لمبدأ صحيح وعقيدة ثابتة ويعمل لها ويكافح من أجل تحقيقها ويرعاها في سلوكه وأعماله وتفكيره بما تشتمل عليه من تفاصيل وما يحيط بها من جوانب. وإذا ساد أن الحرية هي أن يفعل الإنسان ما يشاء ويترك ما يشاء، هو تعريف بسيط في الحرية، وأن يدير اللي بغيت ولا ما يديرش، فليس ذلك من باب الحرية، لأن الحرية تعني أن يفعل الإنسان ما يعتقد أنه مكلف به وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين. هكذا تعني الحرية المسؤولية، أي إيمان الإنسان بأنه مكلف، وليس معنى هذا أنه حر ما دام لم يتحمل. هنا يتحمل التزام جون بوشارت، والتيار اللي كان آنذاك خلال الستينات وسبعينيات القرن الماضي الالتزام، التزام بقضية، التزام في الأهداف إلى آخره. تعني الحرية أي إيمان الإنسان بأنه مكلف، أنه مسؤول، وليس معنى هذا أنه حر ما دام لم يتحمل، فإذا تحمل أصبح حرا مكلفا على مبدأ الحرية الملتزمة. قلنا بقضية من القضايا، قضية الأمة، قضية تحرير الأمة، قضية تطور هذه الأمة، فالحرية اختيار، الحرية الملتزمة أصبح مكلفا على مبدأ الحرية الملتزمة كما يتبادلها الوجودي، هو يذكرها نفسه، كما يتداولها الوجوديون هايدغر وخصوصا المعاصر جون بوسارت. فالحرية اختيار، فإذا اختار الإنسان الحرية فقد آمن بأنه مكلف فيصبح حرا لأنه يصبح مسؤولا، ويصبح مسؤولا لأنه يصبح حرا. والحرية بطبيعة الحال بالنسبة له ضد الجمود والنمطية، فعلى مستوى ابتكار الأفكار فإنها في البداية تظهر غريبة، لكنها إذا استطاعت الصمود لمقاومة خصومها والانتشار في وسط الوعي تصبح مألوفة. فالتجربة التاريخية تبين أن الخلق والابتكار بمعنى أن الحرية هي الإبداع في نهاية التحليل، هي الإبداع في أي عمل قمت به، هي الخلق حينما تبدع كقائد سياسي أو كصانع أو كعالم في اسمته تبدع، الإبداع هو الحرية. تبين أن الخلق والابتكار يأتي من الأقلية المبدعة، يؤمن بأن الأقلية المبدعة مثل تطور الرأسمالية في أوروبا يقال بأن البروتستانت هم الذين قادوا التطور في أوروبا، وعندنا في البلاد العربية الذين حفظوا على اللغة العربية جورج زيدان وسلسلة الروائع والكثير من المؤلفات التي تهم اللغة العربية اهتم بها المسيحيون، وهي بل أن روايات تاريخ جرزي زيدان، وما تسميه جرزي زيدان
مسيحي كتب عن تاريخ الإسلام عبر روايات. فهو يقول بأن الأقلية المبدعة، وغالبا أخذها من المهم أن في الديمقراطية لا يمكن أن تكون 51% ضد 49% أو حتى 20%، لابد للأقلية أن يكون لها وجود، وأن الأقلية تبدع وتأتي ضد النمطية، ضد أن يكون يعرف أن الجماهير لا تكون دائما لفون، لا تكون دائما على صحة، تكون في غير عقل الشيبولة الغزالي حفظ الدهماء، حفظ الدهماء ويعطي صفات المسلمين، يعطون صفات للفول شوية قدحية، الدهماء والعامة واسماء أخرى مقيمة. لا هو الغزالي يقول في الكتاب علم الكلام وجود الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يناقشه الجهلاء أو الناس اللي قليل العلم، لا يمكن إلجام العوام عن علم الكلام. بالنسبة لإعلان الفاسي يعرف جيدا ويكتبها أن الجماهير الغفيرة يكون لها عقل ليس دائما إيجابي، لا يمكن سير مع النفول. هناك قضية إذا سمح لي الأستاذ، مسألة التي وقفت عليها هو أنه في علاقة الشورى الديمقراطية، قرأت فعل الفاسي منذ قرأت وعادتك وأنا أستعد يمكن واحد شوية باختصار أن يقول رجل فوريا، ولكن تحسن رجل المقابلي على الفاسي يناقش إشكالية الديمقراطية وإشكالية البناء الديمقراطي في العالم الإسلامي. أجد مشى تناقش الشور، أحيا الشور ومأسسها. هناك أهل الشورى هما أهل الحل والعقد، وهناك مجلس الشورى، وهناك ثلاثية الإجماع، والشيء قد يقرأ من الذكرى. المهم الشورى بالنسبة له مقدمة لإرساء الديمقراطية، مقدمة لنقد الإخوان المسلمين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية. لما قريت الشورى قلت هذا فقيه قرأ في القرويين وعنده واحد الكريم وفاش يفكر ما يمكنش يخرج عندك نمط الاسم. فإذا بي وعيد قراءة كتابي وجد أنني أغفلت، لم أنتبه للهدف السياسي الثاني. حينما ينتقد سيد قطب في دليل القرآن، يفسر القرآن تفسيرا سياسيا ويجند الملايين من المصريين لحد اليوم، بلنا منذ 28 وصديق سيد قطب ومحمد عودة الاختصاصي بالقانون لديهم، يقول محمد عودة إلى خلاصة بأن لا يمكن للمرأة أن تكون مساوية للرجل، ويسرد تلك التعاويذ التي يذكرها الفقهاء التقليديون إلى أن يصل أن كل العظماء هم رجال، وبالتالي لا حق للمرأة في التصويت ولا في القضاء ولا في الولاية ولا إلى آخره. فالفاسي ينكت عليه في ما يقول له، واش نسيتي بأن شكون اللي ولدهم؟ راه ولدهم عيات، وأن هناك نبيات، وذكر 10 نبيات أرسلهم الله تعالى، وذكر عائشة وفتواها وفقهها ومعرفتها عن الفقه. فوجدت بأن الكلام عن الشورى بالنسبة للفاسي ليس بريئا، هدفه ضحل وطروح
الأرهاب الإخوة المسلمين. ومنذ ذلك الوقت منذ خمسينيات ستينيات سبعينيات إذا ذكرنا إذا وقفنا على مؤلفة الفاسيلي كثيرة جدا، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ليس كتابا في الفقه وكتاب سياسي، كتاب سياسي هي محاضرات ألقيت على طلبة كلية الحقوق لم يكن بحظ نحضر محاضرات، وفي ذلك الوقت كان اليسار هو المهيمن، فبطبيعة الحال لم أكن أسمع لكلامي على الفاسي، فرض علي الفاسي حينما بدأت أشتغل على الفكر السياسي المغربي. الانتقادات على الفاسي للإخوة المسلمين وموقوف النظام الفكري والسياسي الفكري حول المساواة ما بين المرأة والرجل، يقول بأن لا يمكن أن نشغل نصف المجتمع، لا يمكن أن يكون أن يطبق على النساء الواجبات الشرعية، أن يطبق على النساء كل أحكام الشرعية ولا تكون لهن نفس الحقوق، فهم متساوون في الحقوق والواجبات. فدعا إلى أن المرأة يمكنها أن تتولى القضاء وأن تتولى جميع المهام، قضية هامة جدا. شهادة المرأة لا تقبل لدى الفقهاء، بالنص القرآن يجب أن تكون من المرأتين فهو سميتها قال لك ودي سميتو لتخبر إحداهن الأخرى، وتسييسها بالنسبة ليه أن المرأة في ذلك العصر لأن بالنسبة لكل الفقهاء كبار الفقهاء يقولون بأن الفقه الشريعة تتطور بتطور الزمان، يجب أن تتأقلم مع الظروف. ظروف اليوم هي أن المرأة يجب أن تتعلم كما يتعلم الرجل، حينما تكون المرأة متعلمة ولها باش تذكر وباش تكتب وكذا هي مساوية للرجل. هناك انتقادات لاذعة للإخوة المسلمين في كتابات على الفاسي، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية يأتي على الفاسي هكذا في داخل الكتاب يقول، وهدفه هو أن يصلح الله من الدولة الإسلامية وتصبح دولة تطبق الإسلام وتطبق الشريعة الإسلامية. بمعنى ما أريد كخلاصة هو أن على الفاسي لا أقول بأنه تشري براء أو شيء واحد اللي جاب شيء حاجة اللي ما جاب حتى واحد، ولكنه رجل عقلاني طور الفقه الإسلامي وطور السياسة الشرعية أو التفكير في السياسة. فالزعيم الإسلامي في تونس سميت الغلوشي يستشهد بأعلى الفاسي أن الشيخ الفاسي كما جاء الرجوع لسيتاسيون إكزاكت يمدح ويعتبر أن أعلى الفاسي في كتابه الحريات العامة يعتبره وأخذ منه كثير. محمد عابد الجبري أخذ كثير من اجتهادات أهل الفاسي خصوصا طريقة استنتاج الأحكام، وعلى الفاسي كان يعتبر المغرب أن ثلاثية القليلة والحنطة والزاوية والحنطة والقبيلة هي التي هي أعمدة المجتمع. فيما قبله كان أوجي دو تورنو في ساتيز فاز افون لو بروتيكتورا جوسكا 1912 اعتبر أن المجتمع المغربي يتمحور حول العادة، كل شيء كيمشي حسب من غادي يلغي اون نورم كل شيء كيمشي عليها والمجتمع كله كيخاف من سميتو على الفاسي. بعد القبيلة والحمصة والزاوية قال لك ما يمكنناش إلا بغينا ندخل الحادثة خصنا نقول أن المسجد والحزب والنقابة،
تولي الثلاثيه التي تنظم المجتمع المدني هو المسجد والحزب والنقابه. ما اريد من كل ما قلته لكم هو ان علي الفاسي حاول التجديد في الفقه الاسلامي في طريقه التفكير الفقهاء، لم يعطينا شعارات المغرب مش ديمقراطي ولا شوري الى اخره، بل اعطانا منهجيه لتحديد اصول الفقه، لتحديد اصول الفقه. استطاع علي الفاسي كما قلت ان يقف موقفا نقديا من الغرب، قرات مجله الدراسه العامه، يمكن ان تاتي افكار اخرى من الغرب وكذلك من سلفيه الشرق، ليبرر اصلاحيه اسلاميه مغربيه ضمن التيار السلفي انطلاقا من مقاصد الشريعه الاسلاميه، قاصد الشريعه الاسلاميه هو الشرق به ومن قبل الجويني بمدينه المنوره. المقصد هو ان يرى الفقيه الحزب من العمل، لكن يجب ان لا يتناقض مع مبادئ الشريعه، ما هو حرام وما هو حلال. اذا خرجنا من ما هو حلال وحرام فيبقى كل ما هو في مصلحه الامه سد الذريعه وفتح الذريعه واستحسان واستصلاح الى اخره. كما بلورها ابو اسحاق الشاطبي ومن قبيل الجويني، فبوعيه النقدي المزدوج لروح العصر الاسلام والغرب استطاع تفصيل المفاهيم والمؤسسات الحديثه في تنظيم المجتمعات، ولم يرفض الديمقراطيه بل زاوجها الى حين بالشورى، وكان هذه الجهود اخلاقي، فالحرص على اخلاق الديمقراطيه كفيل بمنحها الارضيه الاسلاميه للشورى. غير ان ما يدعو اليه علي الفاسي في العمق الذي اثر في ميلاد الحركات الاسلاميه في المغرب الكبير، بما ان الاسلام كان طبعا عند انبثاقه كان فجر الحريه بالنسبه للانسانيه، فماذا يمنع من ثوره جديده للاسلام في عصر الحريه، بل ثوره حداثه، الرجوع الى النبع الصافي، الى الاسلام الاول والانفتاح على العصر بتبني الاساليب الحديثه في الحكم وتنظيم المجتمع وتحقيق الاصلاح الشامل عن طريق نشر العلم الشرعي والعلم الدنيوي، اكتساب المعارف الإنسانية الكونية فهي ملك للإنسانية جمعاء في ظل أخلاق الفطرة المساواة والعدل والتضامن. أسس الكونية الإسلامية، إذا كان واحد من اليونيفرساليزم فرضا أوروبا فهو يقترب لا يعارض اليونيفرساليزم أوروبيا، ولكن يقترح بديلا، ماشي بديلا، نقيح ادخال الانسيه الاسلاميه كذلك. ومن ثم اطلق مشروعه الحضاري الاسلامي رساله الاستخلاف، عماره الارض، تحرر من الطغيان عن طريق التوحيد، توحيد الحضاري، خلق سبل العيش اي الثروه الاقتصاديه، وذلك عن طريق نشر اساليب المعرفه الخارقه للثروه، بلوره المشاريع السياسيه الموجهه للحكم لضمان الامن والسكينه وتوفير شروط الحياه الكريمه من اجل العمل الجاد والابداع اي تحقيق الحريه في اسمى معانيها. هكذا فالاستخلاف لدى علي الفاسي الذي يجعل الانسان محور كل شيء عن طريق التوحيد ونقل غير مباشر لحاكمية أبو الأعلى المولودي، وحينما نقول أبو الأعلى المولودي نقول الحركات التي تدعى اليوم بالإرهابية، حاكمية، وأبو الأعلى المولودي هو أب الإسلام السياسي الراديكالي. الأمر الروحي لحركات إسلامية الحديثة وكذلك نقد الإخوان المسلمين، فالإسلام بالنسبة له ثورة دائمة، ثورة متجددة، انطلاقا من الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فتكريم الإنسان طبقا لرسالة الاستخلاف تعني التخلق بأخلاق الله كما قلت، أي التسامي في ذات الله، وتعبير الأرض تعبيرا حضاريا
ونشرق هي بالفطرة المساواة والعدل والتضامن، وما يميز الإنسان بالنسبة له هو أنه مكلف بمهمة الاستخلاف، والتي هي مهمة تاريخية على وجه الأرض. وهذا التكليف الإنساني هو الذي يعطي الإنسان دوره في الحياة. الإيمان بالله هو الذي يحرره من كل الأغلال التي تقيد حريته، والحرية بمعنى الفطرة إذا انتفت نزعت الإنسان عن الإنسان وعاد إلى طبيعته الحيوانية، ليخلص أن الإسلام دين الحرية، فهو دين الأحرار كما رأينا أينما كانوا حتى ولم يسمعوا به أبدا. والتحرر وحرية الفكر كشرط من شروط النهضة هي ما دعا إليه على الأنفاسي. فالحرية مسؤولية بالنسبة له، إذ ليست الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء وما يريد كما رأينا، ولكنها أن يلتزم فكرا وممارسة بمبدأ صحيح وعقيدة ثابتة ويعمل لها ويكافح من أجلها، من أجل تحقيقها ويرعاها في سلوكه وأعماله وتفكيره بما تشتمل عليه من تفاصيل وما يحيط بها من جوانب. بمعنى أن الحرية التزام بقضايا الإنسانية، فهو هناك مشروع حضاري يلبسه لباسا إسلاميا أو يؤسلم الحداثات كما يقال، إنها صورة المثقف التي ساهم في خلقها مع زميله عبد الجليل الشربي الشوري. عبد الجليل الشربي كان فقيها عالما شابا في القرويين، كتب مقالا سنة 33 ويبين فيه عشقه للحرية، وطرد من القرويين وكان من دافع عليه هو على الفتي. كتب مقالا وطرد في شبه الكتاب عن كونفليكت، وحينما انظر للدفاع عن دنيوية اللغة، عن دنيوية اللغة مميزا بين المعنى الديني للعبادة، الشربي يكتب المقال سميته عبادة الوطن. علماء مكتالي ومكتالي هو عالم كبير، يمكن يكون خائن سياسي، كان عالم كبير درس عليه علم الفلسفة الكود مؤلفاته ويرجع إليه ومش غير وحده. فالكتالي وأصحابه والعلماء المتزمتين قالوا إنها هذا شرك بالله أن يقول كاتب إني أعبد الوطن، هذا شرك بالله. والمعنى البلاغي تميز ما بين المعنى البلاغي وتميز، لكن المفارقة أن علم الفلسفة رفض أن يقول عبد الرفيع الجويري في قصيدة راحلة يا إلهة حبي لمن سأغني، إلهة حبي قل مشتري ينقضوا لك إلهة ونعوجها شوية يمشي فعليا الفلسفة لأنه منفذها ساعة كانت تبدلها الفلسفة. قد نشوف التناقضات اللي كان في 33 يدافع عن الشريبي عن حرية التعبير، هذا هو حرية التعبير. فدور فرد له أهميته في التغيير، لكن إيمانه بالجماهير وبأن الفكرة لا فرضية لتصبح جماهيرية إذا توفرت شروط ذلك تعكسه سوسيولوجيا الثورة الفرنسية 1789. فالنهضة التي دامت ثلاثة قرون من القرن الخامس عشر حتى القرن الثاني عشر بفلاسفتها ومفكريها وشعرائها ومبدعيها لم تمهد لوحدها القيام بالثورة التحررية التي كما رأينا. إذن الخلاصة في جوج كلمات الاجتهاد والانفتاح، علي الفاسي لم يقل كل شيء، ما ذهب إليه هو التجديد في أصول الفقه والانفتاح على العصر أكثر. شكرا واستسمح.